برحب بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع حضراتكم التغطية انتخابات الرئاسية 2024. ودلوقتي هنشوف حضرة صاحب القداسة والغبطة قداسة البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وهو دلوقتي بيتجه للجنة اللي موجودة اللي هي مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل الثانوية بنات اللي موجودة في منطقة الويلي. وده طبعا بنشوف مثال مشرف لقداسة البابا، وهو الرجل الوطني المصري الأصيل، وهو بيدلي بصوته الانتخابات الرئاسية 2024. بالنسبة للصحافة في انترفيوهات ولا لا؟ ان شاء الله في. وناموسة مش واقف، انا تابونا سازاك يا فندم. شكرا لكل الزوق. سجل بره الواسعه يا جماعه. الله ينور. يلا يا نور. تعال يا دكتوره العين. ها استاذ حبيبي يا باشمهندس، انا اسف بيسات. يلا خش كده. الشمس اهي، الشمس اهي، الشمس اهي، الشمس اهي.